ازيكم يا اصحاب؟ رمضان كريم عليكم. 30 رسمة طول شهر رمضان، والنهاردة اليوم الثامن. الصورة اللي قدامكم دي صورة من احد المقابر المصرية المكتشفة حديثا في وادي الملوك. ظهر فيها شخص بيتعبد الى اله بالسجود، ولكن السجود يبدو لنا غريب شوية. في الاسلام بنسجد على جبهينا، لكن هذا المصري يبدو كما لو كان يسجد على ذقنه. فهل كانت تلك صفة السجود قبل الإسلام؟ وهل كان موسى عليه السلام وأتباعه من المؤمنين بالله في مصر يسجدون بهذه الكيفية التي خلدها الفنان المصري في نقوشه؟ يأتينا القرآن الكريم بإجابة هذه الأسئلة، فيقول الله تعالى: وآمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هل شاهد محمد ابن عبد الله هذا الرسول الأمي الأمين هذه الصورة حتى يأتينا بهذا الخبر؟ وكيف كان سيشاهدها والمقبرة لم يتم اكتشافها إلا في القرن العشرين؟ وهل سمع محمد ابن عبد الله عن صفة سجود أهل الكتاب في التوراة؟ وكيف كان سيسمع والتوراة لم تذكر هذه الصفة أصلا؟ أشهد أن محمد كان صادقا في كل ما أبلغنا به عن ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.